بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الحديث السابق عن أحكام السفر، وذكرنا عن أحكام الصلاة في السفر، وذكرنا أن العلماء اختلفوا في مسافة القصر، في المدة أيضا التي يقصر فيها الإنسان المسافر، سواء إذا أقام في مكان عدد من الأيام أو كان متنقلا من مكان لمكان. وذكرنا أن خلاف العلماء مبني على الدليل، مبني على الدليل، يعني كل عالم العلماء أخذ بحديث من الأحاديث، بقصة من قصص السير اللي فيها سفر النبي صلى الله عليه وسلم في مغازي ونحوها، فأخذ منها حكما معينا بنى عليه المسألة التي يتكلم فيها. فلذلك كلام العلماء كله كلام نحترمه، وكلام مبني على دليل. في من قال مثلا انه لابد في القصر ان يكون مسافة معينة، تكون مرحلة، تكون مرحلتين، تكون بريدا، تكون فرسخا، تكون ثلاث فراسخ، تكون ميلا، تكون ثلاثة اميال، كل حاجة اما جاء بها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان صحيحا ام ضعيفا، او جاء بها اثر عن الصحابة او عن التابعين. فالعالم اجتهد وأخذ ما يوصله الدليل إليه، إن هذه المسألة فيها كذا بناء على قول كذا، وأخذ بالاحتياط في هذا الشيء الذي يقول فيه. فحين نختار قولا مش معناه أن باقي الأقوال كلها باطلة ونسفهها وكذا، ولكن نقول هذا الأرجح من حيث الدليل القول الفلاني، مع احتمال غيره أن يكون ذلك. فمن أقل ما قيل في السفر مذهب الظاهرية، إنه في مسافة السفر إذا سافر عند ابن حزم ميلا واحدا، ميلا واحدا، بقيد أن يكون هذا يسمى سفر، أن يكون هذا يسمى سفرا. لكن ميلا واحدا ما جاش في حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو رأى إنه طالما اسمه سفر حتى لو ميل، مع انه يمكن الانسان ما يتخيلش ان يكون سفر هيسافر كيلو واحد او كيلو ونص مثلا يكون هذا سفرا، لكن اللي جاء الدليل يعني اقرب ما يكون في القيد في سفر النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في حديث انس انه كان اذا سافر ثلاثه اميال او ثلاثه فراسخ قصر عليه الصلاه والسلام. يبقى هذا السفر اللي يكون اقل ما فيه ثلاث أميال أو ثلاث فراسخ. طيب الحديث في الشك هنا، ثلاث أميال أو ثلاث فراسخ، هنا الشك إما من أنس أو الشك من الراوي عن أنس رضي الله عنه، يبقى على ذلك يؤخذ بالاحتياط في ذلك، فيقال إنه الأحوط إنه الذي يسافر مسيرة فيها ثلاث فراسخ له أن يقصر من الصلاة. طيب أقل من ذلك، أقل من ثلاث فراسخ، نقول هذا محتمل إن في الحديث ثلاث أميال أو ثلاث فراسخ، والعبرة بما يسمى سفرا. إذا كان عرفا عند الناس هذا يسمى سفرا ولو حتى أقل من ثلاث فراسخ بشيء، يبقى على ذلك يجوز له أن يقصر من الصلاة. طيب هنا هذه المسافة ثلاث فراسخ أو ثلاث أميال أو ما يسمى سفرا، إذا سافر هذا الإنسان لهذا المكان وبعدين قعد فيه يوما يومين ثلاث أيام أربع أيام، أو نوى الإقامة على طول من ساعة ما وصل إليه، نوى الإقامة يبقى صار حكمه الآن مقيما ليس مسافرا. لكن إذا كان مترددا بين الإقامة وبين السفر، أمشي النهاردة أمشي بكرة، فله أنه يقصر من السفر. طيب قد إيه يقصر في هذا المكان؟ هنا العلماء اختلفوا في قدر، هل له غاية أنه يقصر إلى غاية؟ البعض يقول أيوه يقصر، حيفضل يقصر على طول طول عمره يقصر، وهو ناوي أنه أمشي بكرة أمشي النهاردة، لا لغاية معينة. طيب الغاية دي جابوها منين؟ قالوا اللي حدد به النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكان معين وقعد فيه فترة معينة، نقول هذه هي الغاية اللي له القصر فيها أو أنه يتم فيها. طيب قد إيه تكون هذه؟
هتلاقي البعض من العلماء يقول لك مثلا إذا كان نزل في مكان وبنية الإقامة في يوما يومين ثلاثة له أن يقصر الصلاة. طب ده جمهور العلماء يأخذون بذلك. لو أكثر من ثلاث أيام عند الحنابلة إن ولو أربعة أيام بما ذكرنا من دليل في قصة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع عليه الصلاة والسلام. عند الشافعي يقول ثلاث أيام فقط، ثلاث أيام ليه؟ قال له إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المهاجر ما عدش في مكة أكثر من ثلاث أيام بعد ما يخلص، يبقى هنا الثلاث أيام اعتبرها له أنها ليست إقام، إنه لو أقام بمكة أحرم عليه الإقامة. هذا محتمل، هذا محتمل، ولكن هو كان مهاجرا صلى الله عليه وسلم وهو مكث في مكة أربعة أيام بنية الإقامة في مكة، يبقى قول الحنابلة في هذه أقوى، إنه لو قعد أربع أيام في مكان السفر ينوي السفر بعدها له يقصر فيها. طيب لغاية قد إيه يقصر؟ ده هذا ينوي الأربعة أيام يمكث. طيب لو قعد أكثر من ذلك هو مش عارف هيقعد قد إيه، أمشي النهاردة أمشي بكرة، فهتلاقي العلماء يختلفون في المقدار اللي فيه. فهنا نشوف كلام الإمام ابن قدامة يقول: المشهور عن أحمد أن المدة التي تلزم المسافر الإتمام بنية الإقامة فيها هي ما كان أكثر من 21 صلاة، وهذا مبني على حديث مكث النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في مكة أربعة أيام قبل أن ينتقل إلى منى عليه الصلاة والسلام، بل وحددوها إنه 21 صلاة. يقول عن أحمد: إذا نوى إقامة أربعة أيام أتم، وإن نوى دونها قصر. نوى إقامة أربعة أيام هذا قول الشافعي وقول مالك قبله واختاره أبو ثور، قالوا إن الثلاث حد للقلة، فنظر لك المسألة كمسألة في اللغة العربية إن الثلاث حد للقلة، ما زاد على ذلك يكون كسرة، واحتدوا لها بالحديث يقيم المهاجر بعد قضاء منسكه ثلاث. لكن الأشهر عن أحمد إنه إذا أقام في مكان واحد أربعة أيام بنية الإقامة وحيمشي بعد ذلك طالما أن هذا مكان سفر يعتبر أنه مسافر وليس مقيم. قلنا المسألة مختلف فيها هذه، هتلاقي عند الثوري وأصحاب الرأي أنه إذا أقام 15 يوم هيختاروا لا مش يوم واحد، وبناء على أن الفترة اللي مكثها النبي صلى الله عليه وسلم في مكان وهو مسافر عليه الصلاة والسلام، قالوا في غزوة حنين النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك مكث النبي صلى الله عليه وسلم 19 يوم، قالوا 18 وقالوا 17 وقالوا 15، فأخذ الأحناف بال 15 وقالوا أنه إذا أقام في مكان وهو مسافر 15 يوما يبقى له أن يقصر في ذلك. جاء عن ابن عمر وسعيد بن جبير وليس ابن سعد هذا القول، قالوا ديما روية عن ابن عمر وابن عباس أنهما قال: إذا قدمت وفي نفسك أن تقيم بها 15 ليلة فأكمل الصلاة. كأنه هذا القول عن ابن عمر وابن عباس إذا أنت مسافر لمكان وناوي تقعد في هذا المكان 15 يوم يبقى تم الصلاة، يبقى أقل من 15 يوم لك أنك تقصر الصلاة. قال الأحناف: ولا يعرف له مخالف لهؤلاء، يعني اللي قال، يبقى بناء على ذلك كأنه يقولوا إجماع بقى، أن يقولوا إجماع. لكن يتعقب ذلك ابن قدامة ويقول قولهم لا يعرف لهم مخالف، لا يعرف لهم مخالف وليس إجماعا ولا شيء هذا شيء، بل القول المروي عنهما ما لم يثبت عنهما رضي الله عنهما. يبقى أحيانا قد يذكر بعض أهل العلم القول يقول لا يعلم مخالف لفلان فيظن أن هذا إجماع، وبعدين لا يعلم يمكن عنده هو لكن غيره يعرف المخالف في هذه المسألة، قد يقول أنه لا يعرف مخالف أو أجمعوا على كذا ولا يكون هذا الإجماع صحيح. يبقى لابد من أخذ المسألة اللي أجمع عليه العلماء ممن هو معتبر في نقل الإجماع زي الأئمة المعروفين بنقل الإجماع، وأكثر أهل الفقه يأخذون منهم ويركنون إليهم كابن المنذر كابن عبد البر نحو ذلك، ممن يعني عرفوا باستيعاب الأقوال
الأقوال وذكر إن القول هذا في إجماع. ومن أقواهم ابن حزم، ابن حزم لما ينقل إجماع على مسألة يكون إجماعا صحيح، إنه بيستوعب في المسألة استيعابا عظيما. لكن ابن حزم مشكلته إنه ما عندوش إجماع إلا إجماع الصحابة فقط، أما غير الصحابة لا ما بيعتبرش هذا الإجماع. ودي مسألة نناقشها في باب الإجماع في أصول الفقه، هل الإجماع إجماع الصحابة فقط؟ ولما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أمتي لا تجتمع على ضلالة، يقصد الصحابة فقط ولا الأمة كلها؟ هنا لم يقل الصحابة إلا خصصة، لكن قال أمتي بالأمة إلى قيام الساعة، إذا اجتمعوا على شيء فلا يجتمعون على ضلالة. وده دليل الجمهور في اعتبار الإجماع، أن الإجماع معتبر في أي زمان إذا ثبت هذا الإجماع ويلزم الأخذ به. جاء عن علي بن أبي طالب أنه يتم الصلاة التي يقيم عشر، ويقصر الصلاة الذي يقول أخر اليوم أخر غدا شهرا. يبقى هنا كأن علي رضي الله عنه يرى إذا كان مسافرا ونزل في مكان السفر وعد عشرة أيام أو نوى يمكث عشرة أيام يتم، طب أقل من عشرة أيام قال له القصر. طيب لو أنه بيتنقل من مكان لمكان أو أنه بيقول أن هنمشي النهاردة هسافر بكرة وهو في مكان السفر، قال له إلى شهر، بعد ذلك يبقى عليه أن يتم الصلاة. ابن عباس يقول إذا قدمت بلدة فلم تدري متى تخرج فأتم الصلاة، وإن قلت أخرج اليوم أخرج غدا فأقمت عشرة فأتم الصلاة، قريب من قول علي رضي الله عنه، إلا في قوله فلم تدري متى تخرج فأتم الصلاة. جاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقام في بعض أسفاره 19 يصلي ركعتين، في رواية 20 أنه يصلي ركعتين. ودي اللي أخذ بها ابن حزم في أنه إذا كان مسافرا في مكان ونوى أنه يمكث في هذا المكان، أمشي النهاردة أمكث بكرة لغاية 20 يوم، أنه له القصر، أكثر من ذلك أنه يتم. لكن عند الشافعي وعند أحمد وغيرهم أنه إذا كان لا ينوي إقامة ولا يجمع إقامة في مكان فله أن يقصر ولو مكث فترة طويلة. ويمكن هذا يؤيده ما جاء عن الصحابة رضي الله عليهم أنهم كانوا يمكثون في البلد الواحد فترة في الجهاد في سبيل الله عز وجل، يمكن تقعد 6 أشهر أو أكثر من ذلك، وكانوا يقصرون الصلاة. يبقى على ذلك إذا كان في هذا المكان ينوي الإقامة 4 أيام وهو مكان سفر فله القصر، إذا نوى من الأول أكثر من 4 أيام فالاحتياط أنه يتم من أول يوم، هذا الأرجح فيه. إذا كان أطلع النهاردة أمشي بكرة أطلع النهاردة أمشي بكرة، يبقى له أنه يقصر لغاية ما يجمع إقامة. هنا يقول ابن المنذر أجمع أهل العلم أن للمسافر أن يقصر ما لم يجمع إقامة. يعني كأنك أنت مسافر خرجت من اسكندرية ورحت القاهرة مش ناوي تقعد فيها، ولكن شغل فيها خلاك تعطلت يوم، طب بكرة نمشي بعده نمشي، طلعت من القاهرة رحت بلدة تانية والشغل عطلك أياما، قعدت في السفر بتاعتك دي 6 أشهر تتنقل من مكان لمكان، لم تنوي إقامة في مكان معين فيها فترة معينة، يبقى على ذلك لك أن تقصر. يقول ابن المنذر أجمع أهل العلم أن المسافر أن يقصر ما لم يجمع إقامة، يعني راح مكان مش ناوي يقعد فيه، لا ده هو مسافر راح أقضي حقي في هذا وانتقل للمكان الثاني والثالث والرابع وكذا. هنا ما تكلمش ما لم يجمع إقامة قد إيه، كأنه يقصد أنه مسافر في سفر قعد في مكان فترة قليلة، لكن إذا نوى إقامة 3 أيام 4 أيام 10 أيام 20 يوم أي في الخلاف الذي ذكرناه قبل ذلك. يقول وقد روى ابن عباس قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره 19 يصلي ركعتين عليه الصلاة والسلام. وقال جابر أقام النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك 20 يوما يقصر الصلاة 20 يوما. وده اللي خذ منه ابن حزم ان المسافر اذا كان حيقعد في السفر 20 يوما يبقى له ان يقصر، اكثر من ذلك يبقى عليه الاتمام. جاء عن الصحابة عن عبد الرحمن ابن المسور عن ابيه المسور بن مخرمة ابو صحابي قال اقمنا مع سعد بعمان او مع سلمان فكان يصلي ركعتين ونصلي 4، فذكرنا ذلك له فقال نحن أعلم.
فقال نحن أعلم. وهنا يقول أخذنا مع سعد بن أبي وقاص، سعد يقول نحن أعلم، أو سلمان الفارسي، سعد ولا سلمان هم أعلم بالصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم من صغار الصحابة. فلذلك بيقول إنه أقمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكنا بنحتضر أقمنا مع سعد أو مع سلمان في هذا المكان، فكان يصلي هو ركعتين، يقصر يعني، كأنه قعد فترة طويلة مجاهدا في سبيل الله. قال وكنا نصلي أربعا، كنا بنتم. فسلمان أو سعد قال لهذا نحن أعلم بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني منك. أيضا جاء عن المسور قال أقمنا مع سعد ببعض قرى الشام 40 ليلة يقصرها سعد، 40 يعني كان ذاهب مجاهدا في هذا المكان، وسعد يقصر الصلاة ونتمها. وقال نافع أقام ابن عمر بأذربيجان 6 أشهر يصلي ركعتين وقد حال الثلج بينه وبين الدخول. يبقى هو مسافر وصل لأذربيجان، هناك كان يقصر الصلاة، الثلج دخل في موسم الشتاء، الثلج جامد جدا، مش ممكن الثلج في يوم وليلة حيمشي، ضروري حيقعد فترة، ولكن هو لم يجمع إقامة، هو الثلج لو حصل له حاجة وساح الثلج احنا حنمشي من هذا، لكن مش هنقعد في هذا المكان. فكان يقصر من الصلاة، قعد 6 أشهر الثلج يحول بينه وبين الرجوع، فكان يقصر الصلاة رضي الله عنه. وجاء عن أنس رضي الله عنه أنه أقام بالشام فترة طويلة يصلي صلاة المسافر، يصلي، وهذا في رواية هنا يقول أقام بالشام 2 سنة يصلي صلاة المسافر. وقال أنس أقام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم برام هرمز 7 أشهر يقصرون الصلاة. هنا هذه رواية عن الصحابة في اجتهاد الصحابة، لذلك في أول كلامنا قلنا إن الخلاف خلاف محترم، خلاف العلماء في هذا الشيء، لأنه راجع لدليل إما بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو بأثر من أفعال الصحابة في الجهاد في سبيل الله عز وجل. لكن حين نأخذ في ذلك بنأخذ بالأحوط في ذلك، إنه الأصل المسافر هو المتنقل من مكان لمكان، إنه لغة السفر إنه تستكشف مكان جديد، بتسفر عن وجوه جديدة، عن أماكن جديدة. المقيم مكانه هو، هذا ليس مسافر، هذا اسمه مقيم. فيفرق بين القاعد اسمه مقيم والمسافر اسمه مسافر، هذا مقيم ماكس، هذا مسافر يستكشف ويتبين له أشياء لم تكن أمامه. طيب، يبقى الذي هو مسافر ويعطى حكم المقيم نأخذ بأقصى ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، إذا كان مسافرا ومكس في مكان اللي حصل من النبي صلى الله عليه وسلم 4 أيام. طيب، وال19 يوم وال20 يوم وال17، كل هذا كان مجاهدا، والمجاهد ما بيقعدش في المكان الواحد، هذا بينتقل، يفتح المكان ده وبعدين ينتقل لمكان تاني يجاهد فيه ويفتح مكان آخر، فبيبقى متنقل، فله ذلك حتى لو مكث 6 أشهر ولو مكث 2 سنة كما فعل الصحابة، طالما أنه لم يجمع إقامة في مكان واحد فترة. يقول ابن قدامة إن عزم على إقامة طويلة في رستاق يتنقل فيه من قرية إلى قرية لا يجمع الإقامة بواحدة منها مدة تبطل حكم السفر لم يبطل حكم سفره. هذا في رستاق كأنه بلد كبيرة فيها محافظات، بينتقل من محافظة لمحافظة من قرية لقرية، مش قاعد في مكان واحد فترة 4 أيام أو فوق 4 الأيام على الخلاف اللي فيها، يبقى على ذلك له حكم السفر هذا، طالما أنه متنقل من مكان لمكان، حتى لو كان اسم البلد واحد، اسمه قاعد في مصر جاي من الشام هيقعد في مصر، قاعد في مصر سنة، السنة دي متنقلها من جميع المحافظات، ما بيلحقش يقعد في مكان 3 أيام 4 أيام ينتقل لغيره، يبقى له أن يقصر الصلاة حتى لو مكث سنة أو أكثر. يقول ابن قدامة إذا دخل بلدا فقال إن لقيت فلانا أقمت وإن لم ألقه لم أقم. هنا يا ترى ده يبقى مسافر ولا مقيم؟ هذا ده مسافر من الشام قعد في مصر وقال والله لو لقيت فلان حنقعد نقيم معه، لو ما لقيتش فلانا هذا أنا أكون مسافرا. هنا هو حتى الآن لم يلقى، إن لقيت يبقى لم يلقى بحكم أنه مسافر، لما يلقى فلانا هذا يبقى النية من ساعة ما يلقى فلانا هذا، لأنه معلق ذلك على شرط. طيب، هنا يقول لنا ابن قدامة لا بأس بالتطوع نازلا وسائرا على الراحل،
لا بأس بالتطوع. أشرنا لهذه المسألة قبل ذلك وقلنا يعني العلماء لهم فيها كلام في مسألة التطوع، ده بابه نذكره فيها. التطوع نازلا إما يصلي رواتب، يعني سنة الفجر، سنة الظهر، العصر، المغرب، العشاء، أو إنه يصلي نفلا مطلقا. النفل المطلق محدش منعه إن يصلي نفلا مطلقا سواء كان بالليل ولا بالنهار، هيصلي يصلي. لكن هل يلتزم بأنه لازم سنة الظهر يصليها وسنة العصر يصليها وسنة المغرب؟ فقالوا ما يلزموش هذا الشيء، أنه يلزم نفسه به لا يلتزم بذلك طالما أنه يقصر الصلاة. طب لو أنه أراد أن يصلي هذه السنة هل يمنع من ذلك؟ لا يمنع من ذلك، يصلي ما يشاء. وابن عمر لما وجد اللي بيقوم يتنفله بعد ما قصر صلاة الظهر أو العصر بهم، فقال لو كنت مسبحا لأتممت، لو كنت، ولكن ما قال لهم سيبوا الصلاة، لو مش يطلعوا من الصلاة ما ذهبش إليهم ينهاهم. لا تنهى أحدا عن الصلاة إلا إذا ثبت النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم زي الأوقات المنهية عن الصلاة فيها. فلذلك ابن قدامة هنا يقول جاء في حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته. يسبح يعني إيه؟ يصلي النافلة، يصلي النافلة على ظهر راحلته، يعني هو مسافر عليه الصلاة والسلام، وإلا فالمقيم يصلي النافلة ينزل يصلي على الأرض، لكن المسافر هو حيتعطل عن السفر يبقى يصلي على ظهر راحلته. حيث كان وجهه يومئ برأسه، حيث كان وجهه، يبقى النافلة فيها شيء من الترخص للإنسان. إذا كان راكبا قطارا ومسافر زي ما كانوا عايز يقيم الليل، صلاة الفريضة يلزم يتوجه إلى القبل، صلاة النافلة عايز يقيم الليل له أن يصلي هو على الكرسي بتاعه حتى لو كان لغير القبل. يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح أي يصلي النافلة على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه عليه الصلاة والسلام. يبقى ما كانش بيوقف النافلة الراحلة وينزل على الأرض يصلي على الأرض النافلة، لا، لكن الفريضة كان ينزل على الأرض عليه الصلاة والسلام، الفريضة ينزل على الأرض يتوجه القبلة يصلي. أما النافلة ففيها رخصة إن يصلي وهو راكب ويومئ برأسه عليه الصلاة والسلام. هذا جاء عن ابن عمر، وكان ابن عمر يفعله، وجاء عن جابر وأنس، وهذا كله متفق عليه يعني في الصحيحين البخاري ومسلم هذه الرواية. وجاء في الصحيحين أيضا عن أم هانئ بنت أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة اغتسل في بيتها، في بيت أم هانئ، فصلى 8 ركعات عليه الصلاة والسلام. كانت صلاة إيه دي؟ الضحى. صلى صلاة الضحى 8 ركعات عليه الصلاة والسلام. يصلي ركعتي الفجر والوتر، الوتر هنا يستحب له بل يتأكد الاستحباب أن يصلي سنة الفجر سواء كان مسافرا أو مقيم، والوتر أيضا. فجاء أنه كان يصلي صلى الله عليه وسلم الوتر على بعيد، ولما نام النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الفجر حين طلعت الشمس صلى ركعتي الفجر قبلها، يعني فات الوقت، نام صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة، فقاموا بعد ما طلعت الشمس فتوضأ وصلى سنة الصبح، وبعدها صلى صلاة الصبح عليه الصلاة والسلام. طيب بقية السنن، إذا قلنا يتأكد يصلي سنة الفجر ويصلي الوتر، بقية السنن. يقول قال أحمد رحمه الله أرجو ألا يكون بالتطوع في السفر بأس، أرجو ألا يكون بالتطوع في السفر بأس، يعني أرجو ما يكونش في حال، أرجو ما يكونش في حال. وقال الحسن كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسافرون فيتطوعون قبل المكتوبة وبعدها، وهذا مروي عن عمر وعلي وابن مسعود وجابر وأنس وابن عباس وأبي ذر وجماعة من التابعين، وهو قول مالك والشافعي وإسحاق وأبي ثور وابن المنذر. كل هؤلاء قالوا يجوز له، يعني لا يمنع إنسان إذا أراد أن يصلي نافلة قبل الظهر وبعد الظهر قبل العصر وهو مسافر له أن يفعل ذلك، إذا اقتصر على أن صلى صلاة السفر ركعتين وخلاص لا شيء. لكن نقول يمكن المسافر هذا يدخل مسجد، يدخل مسجد ويجد الناس حيصلوا الظهر، حيصلي مع المسجد اللي أهله مقيمون، حيصلي معهم إيه؟ يتم ولا يقصر؟ يتم الصلاة، يتم الصلاة. يبقى هنا إذا جلس أحب أن يصلي نافلة له أن يصلي نافلة، أتم الصلاة معهم وما صلاش نافلة يجوز له ذلك أيضا.
جاء عن ابن عمر قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وذكر عمر وعثمان رضي الله عنهم قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أسوة حسنة. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الحضر صلاة الحضر، فكنا نصلي قبلها وبعدها، وكنا نصلي في السفر قبلها وبعدها. هذا لم يصح، هذا لم يصح، يعني كونوا انه مع النبي صلى الله عليه وسلم وكنا نصلي قبلها وبعدها مع النبي صلى الله عليه وسلم هذا لم يصح. لكن عن الصحابة انهم كانوا يفعلون ذلك، جاء عن بعض الصحابة انهم فعلوا ذلك كما ذكرنا. ابن المنذر له في كتابه الأوسط يعني بحث في هذه المسألة، بحث جيد فيها، فيقول ذكر صلاة التطوع في السفر قبل المكتوب، فذكر من رأى أنه في صلاة الظهر والعصر له أنه عايز يصلي صلي وهو مسافر، لكن قلنا لم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فلك أنك تأخذ بالرخصة وأنك تترك الصلاة النافلة وأنت مسافر، ولا لوم في ذلك، لا على المصلي لوم ولا على التارك لوم. يقول هنا وذكر عن ابن عمر بإسناد صحيح من رواية الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر أنه لم يصلي في السفر مع الفريضة شيئا قبلها ولا بعدها، قبلها ولا بعدها. هذا اللي جاء عن ابن عمر، ذكره بأسانيد كلها عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. وذكر عن النخعي إبراهيم ابن يزيد النخعي قال كانوا إذا خرجوا إلى الجبانة كرهوا أن يصلوا تطوعا إلا المكتوب. كانوا إذا خرجوا إلى الجبانة، معنى خرجوا مسافرين، والجبانة الصحراء، يعني الصحراء سميت الصحراء جبانة لأن الإنسان يجبن فيها، يجب أن تجبن من يخرج إلى الصحراء مهما كان شجاعا، طلع في الصحراء خاف وهو وحده في الصحراء. وسميت المقابر جبانة لأنهم كانوا يدفنون في الصحراء، كانوا يدفنون. وأيضا الصحراء كان يصلي فيها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد، فإذا قالوا خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجبانة فصلى صلاة العيد مش معناه راح للمقابر، ليس ذلك، ولكن الجبانة عرفتم أن هي الصحراء اسمها، فهنا خرج للمصلى العيد في مكان، المقابر في مكان آخر. طيب يقول ورأت، يعني هنا ابن المنذر ذكر لنا أن طائفة من أهل العلم ذكروا أنه لا يتطوع في السفر قبل المكتوب، ذكرها عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه قال ورأت طائفة التطوع في السفر، يعني له أن يتطوع، فممن كان يتطوع في السفر، قال فممن روينا عنه أنه كان يتطوع في السفر عمر وعلي وعبد الله بن مسعود وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وابن عباس وأبو ذر، هؤلاء مروي عنهم، هتلاقي عددهم أكثر، ابن عمر في المجموعة هو نقل عن أبي بكر ونقل عن عمر رضي الله عنه ونقل عن عثمان، ولكن الجمهور أجابوا قالوا ما هو اللي نقل وقال إنه ما كان يزيد على ركعتين. طيب هذا محتمل، ما كان يزيد على ركعتين يعني يقصد في صلاة الرباعية، ما كان يزيد فيها على ركعتين رباعية، ويحتمل انه ما كان يزيد على الركعتين دول وما بيصليش نوافل معها. قالوا لكن غيره ذكروا انه كانوا هم الصحابة يعني يزيدون في ذلك. وساق عن جابر ابن عبد الله وهو مسافر يقول محمد بن قيس دخلت على جابر بن عبد الله وهو يتطوع في السفر، وقال ابو اليمان رأيت انس بن مالك يتطوع في السفر قبل الصلاة وبعدها، قبل الصلاة وبعدها. وهنا أنس تطوع قبل الصلاة وبعدها وهو مسافر. وعن ابن عباس أيضا أنه كان يتطوع في السفر، وعن عاصم أن عليا كان يتطوع في السفر، وذكر أسانيد هؤلاء الذين ذكر عنهم، منهم عائشة أيضا ومنهم عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وغيرهم. ثم ذكر عن الحسن قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسافرون فيتطوعون قبل المكتوبة وبعدها. طيب هل هؤلاء يعني يفعلون ذلك مخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا مش مخالفة ولا غير، ولكن رأوا أن الأمر واسع، أن يجوز أن يتركوا لهم ثواب، ولأوا أنهم فاضيين والصلاة من أحب الأعمال إليهم فكانوا يصلون. يبقى بنقصد هذا الشيء مش عشان نلزمك أنك تصلي الراتبة في السفر، لا، لكن علشان ما تنكرش على من يفعل،
الإنكار، وإذا قلت زي ما قال ابن عمر، لكن ما تقوليش لا أنت آثم وأنت حرام عليك تفعل هذا الشيء. وبعض الجهلة في العلم الشرعي يقوموا يبالغون، فتلاقي الحادة اللي تكون عند أهل العلم من باب المباح أو من باب المكروه يوصلها هو الباب الحرام. لا لا، كل هذا في النهي عن الشيء بحدود، إذا كان محرما بطريقة في النهي، إذا كان الشيء مباحا يبقى تعلم الإنسان الذي يفعله والأولى هكذا. يقول ابن المنذر: ممن روي عنه أنه كان يتطوع في السفر القاسي بن محمد والأسود بن يزيد والحارث بن سويد وعطاء بن أبي رباح وطاووس والشعبي، كثير من التابعين كانوا يفعلون ذلك، وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأصحاب الرأي. يبقى ده قول الأئمة الفقهاء أنه يجوز له الأمر واسع، ما هو ما يحرمش عليه يترك ذلك. إذا كان الإنسان في مكان مثلا قاعد في بلد وناوي أنه يقعد فيها يومين أو ثلاثة له يقصر الصلاة، لكن الأفضل له أن يصلي مع الجماعة، أن يدخل المسجد ويصلي مع الجماعة ويتم مع الجماعة. فإذا كان فارغا فله أن يصلي النوافل، له أن يصلي النوافل. قال أبو بكر اللي هو ابن المنذر: يعني تطوع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر ثابت عنه من غير وجه. إنه تطوع طبعا النافلة اللي هي الراتبة ما ثبتش عنه، لكن إطلاق أنه تطوع عليه الصلاة والسلام فهو قاس على هذا الإطلاق. قال: وقد روينا عن ابن عمر أنه قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قبلها ولا بعدها. وليس في قول من قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنفل، ولا في إنكار من أنكر ذلك حجة. ده اختيار المنذر، وهو فقيه رضي الله عنه، وهو مجتهد فقيه، كان شافعيا وصل درجة الاجتهاد. يقول: إنما الحجة في إثبات من أثبت الفعل لا في قول من نفى. يعني إذا تعارض الأمر بين إثبات وبين إنكار يقول المنكر هذا نافي، والنفي ليس علما طالما أن في إثبات، يبقى الإثبات هو العلم. وإن كان برضو يقال في ذلك أن الإثبات في شيء مخصوص فهو قاس على هذا الإثبات، فالشيء المخصوص سنة الفجر الضحى صلاة الضحى كذلك صلاة الوتر، فهو قاس على ذلك. يقول: وإنما الحجة في إثبات من أثبت الفعل لا في قول من نفى. والذين كانوا يتنفلون في السفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة، ومنع البر وعمل الخير غير جائز. هذا كلام جميل جدا له في ختم كلامي، لك ما تمنعش حد من البر، لا تمنع أحدا من البر. واحد يتنفل سيبه يتنفل، غاية ما هناك أن يكون لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الراتبة في السفر إلا سنة الفجر وإلا الوتر، هو عايز يتنفل لا تمنع. فيقول لك هنا منع البر وعمل الخير غير جائز، غير جائز. قال الله عز وجل: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. يقول ابن قدامة وذكر عن أبي بصرة الغفاري عن البراء بن عازب: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 سفرة، فما رأيته ترك ركعتين إذا زاغت الشمس قبل الظهر. هذا إسناده في ضعف، هذا إسناده في ضعف، وكأنهم يقولون أنه يعني يؤيد ذلك ما جاء في الفجر أنه كان يواظب على رغيبة الفجر. وعن الحسن عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يتنفلون. يقول ابن قدامة: وهذا يدل على أنه لا بأس بفعلها، لا بأس بفعلها. وحديث ابن عمر يدل على أنه لا بأس بتركها. هذا جميل، كلام جميل، يعني ما جاء في النفي لا مانع من أنك تترك الرواتب النهارية وأنت مسافر، ما جاء في الإثبات لا مانع من أنك تصلي هذه، فيجمع بين الأحاديث بهذا الشيء. نرجع للمنار، بيقول لنا: أو أخر الصلاة بلا عذر حتى ضاق وقتها عنها، حتى ضاق وقتها عنها. أخر الصلاة بلا عذر، يعني عايز يقول أن المسافر الذي يأخذ بالرخصة هو الذي لم يرتكب محرمة، لم يكن سفره محرمة. يقول لك هذا الإنسان اللي بيأخر صلاة، يصاخر صلاة العصر لغاية المغرب ومن غير عذر يفعل هذا الشيء، هذا حرام ولا حلال؟ يؤخر العصر لغاية المغرب يجوز له ذلك من غير عذر؟
يحرم عليه، لأن صلاة المنافق يؤخر العصر لغاية ما تصفر الشمس، لسه ما دخلتش المغرب ولا غيره، ولكن يصل المنافقون يفعلون ذلك ويقوم ينقرها أربعة. فهو بيفرع على ذلك تفريع فيها نظر، اللي بيقول هنا هذا يعني أشبه بالخطأ منه من الصلاة، هذا الذي يذكره أنه يعني يقول أخر صلاة العصر لغاية قبل المغرب، فهو يعني وصل لدرجة أنه يحرم عليه هذا، كان من غير عذر إزاي تأخر العصر لغاية المغرب، هذا كلام صحيح، لكن أنه إذا صلىها يصليها يتمها، جاب منين يتمها هذا؟ هذا ما زال في وقت العصر، وإن كان يأثم بأنه يؤخر من غير عذر لهذا الوقت اللي بيصلي فيه منافقون، ولكن مهما كان اسمه مسافر واسمه بيصلي الصلاة في وقتها والصلاة ما بين الوقتين، يبقى على ذلك له أن يقصر، ودل عليه الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي ومالك. يبقى هنا جاء قول آخر عن أحمد أو قيل أنه يقصر، وده الصواب، حتى وإن ذكر هنا بصيغة التضعيف لكن هو ده الصواب أنه يقصر. وفاق الأئمة الثلاثة، وقبل ذلك وفاق الدليل أن اسمه مسافر، هذا مسافر ما زال في الوقت، يبقى على ذلك يصلي صلاة السفر. يعني إذا كان هنا بيذكر ضاق وقتها، أما لو خرج بقى وقتها، لو خرج هو حيلزمه أن يصليها تام على ما يقول يلزمه ذلك، والصواب أنه يصليها قصرا، أن وقتها كان في القصر وهو ما زال الآن حكمه أنه مسافر، يبقى يصليها حتى لو خرج. يعني فرضنا أنه أخر الصلاة لغاية ما خرج وقتها وداء المغرب ولم يصلي صلاة العصر، يبقى ملزم الآن يصلي صلاة العصر، ولكن ليست الصلاة التي فرضها الله سبحانه، لا شك في اسمه، اسم عظيم في أنه يخرج الصلاة عن وقتها، أن العصر لا تجمع إلى المغرب، لكن الظهر تجمع إلى العصر، لو أخر الظهر لغاية ما يجمعها العصر لا شيء، لا شيء، لو أخر المغرب لغاية ما يجمعها مع العشاء لا شيء، لأنه مسافر وله الجمع، أما يؤخر العشاء يجمعها مع الفجر هذا حرام لا يحل له، يأخر العصر يجمعها مع المغرب هذا حرام ما يجوز. طيب يقول لنا ويقصر إن أقام لحاجة بلا نية الإقامة فوق أربعة أيام ولا يدري متى تنقضي، هذا ذكرناه من شوي، أنه إذا أقام عشان يقضي حاجة، مسافر لمكان عشان حاجة معينة، الحاجة ما تقضيتش النهاردة طب بكرة طب بعده عمال لسه ما قضيته، هو مش ناوي يقعد، لكن الحاجة دي اللي مأخراه فله أن يقصر حتى لو أقام شهرا أو فوق ذلك، طالما أنه لا يدري متى تنقضي. هنا لا يدري متى تنقضي، يمكن على باله يمكن تاخد لها أسبوع، يمكن تاخد لها شهر، لكن يمكن تخلص بكرة، طالما أنه لا يدري ولم ينوي إقامة يبقى له أنه يقصر. أو حبس ظلمة، أو حبس ظلمة يعني اتحبس في مكان هو بالنسبة له سفر، يعني اتحبس، لو أن إنسان اتحبس هنا في اسكندرية في اسم سيدي جابر وقعد أسبوع أسبوعين يقصر الصلاة؟ ما يقصرش، لأنه هنا من مكان، لكن خدوا رحلوه على القاهرة، رحلوه على وادي النطرون، يبقى اسمه مسافر ولا مش مسافر؟ يبقى اسمه مسافر، يبقى له أن يقصر الصلاة. لكن إذا كان اتحكم عليه إنسان جنى جناية واتحكم عليه أنه حيتسجن سنة في سجن كذا بلد سفر، يقصر ولا يتم؟ يتم، لأنه عارف حيقعد سنة حيقعد سنة، وهو جاني أصلا مش حبس، مش محبوس ظلما ولا غيره، جزاء الله. يبقى هنا الحبس إذا كان حبس ظلما هو يتوقع يطلع النهاردة يطلع بكرة، حبس في مكان سفر فله أنه يقصر الصلاة. ولو أقام سنين أو بمطر، أو بمطر، ولو أقام سنين يعني نسافر لمكان المطر حبسه، التلج حبسه، وهو مش عايز يقعد في مكانه، عايز يمشي بس مستني المطر يقف، ففضل يومين ثلاثة عشر شهر والمطر ما مش قادر يخرج منه، يبقى هنا له عذر في أنه يقصر الصلاة. قال ابن المنذر أجمعوا على أن المسافر يقصر ما لم يجمع إقامة، ما لم يجمع إقامة يعني ما لم ينوي إقامة، على خلافه في فترة الإقامة اللي يقول أربعة أيام يقول ثلاثة أيام يقول أكثر أو أكثر. وأقام صلى الله عليه وسلم بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة، ولما فتح مكة أقام بها تسعة عشر يوما يصلي ركعتين عليه الصلاة والسلام. وهنا أقام بها ما كانش قاعد في مكة مكة، لا قاعد في مكة فترة وانتقل صلى الله عليه وسلم إلى ما حولها يفتح البلدان حولها. قال أنس أقام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم برام هرمز تسعة أشهر يقصرون الصلاة،
يقول رواه البيهقي بإسناد حسن ولكن ضعفه الشيخ الألباني. وأقام ابن عمر بأذربيجان 6 أشهر يقصر الصلاة وقد حال الثلج بينه وبين الدخول، وهذا صححه الشيخ الألباني. يبقى على ذلك هنا جاء عن ابن عمر وجاء عن غيره من الصحابة أنهم أقاموا في أثناء الجهاد في سبيل الله في أماكن فترات طويلة وكانوا يقصرون الصلاة، بمحمول على أنهم لم يجمعوا إقامة، ما نووش أن هم يقيموا في هذا المكان. طيب قلنا القصر بسبب السفر. طيب إذا كان مسافرا له القصر وله أيضا الجمع، طيب الجمع للسفر فقط ولا السفر والغير السفر؟ قد يجمع بسبب من الأسباب في غير السفر، لذلك اداله فصل لوحده يسميه فصل الجمع، لأن الجمع قد يكون يجمع وهو مسافر مثلا بين الظهر والعصر، يبقى صلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين، لكن قد يكون مقيما ويجمع بسبب عذر من الأعذار المرض ونحو ذلك، يبقى هيصلي الظهر كم ركعة؟ 4 والعصر 4، يبقى على ذلك الجمع في الإقامة ليتم الصلاة، لكن إذا كان مسافرا يقصر الصلاة. بيقول لنا في المنار هنا يباح بسفر القصر الجمع بين الظهر والعصر والعشاءين، العشاءان اللي هما إيه؟ المغرب والعشاء، هما الصلاة العشي اللي هما الظهر والعصر، العشي صلاة العشي الظهر والعصر، وقت العشي اللي هو وقت العصر بعد العصر. طيب يباح بسفر القصر الجمع بين الظهر والعصر والعشاءين بوقت إحداهما، بوقت إحداهما يعني جمع تقديم أو جمع تأخير، نص عليه يعني إمام أحمد لحديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر ويصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار، وكان يفعل ذلك في المغرب والعشاء عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث عند أبي داود والترمذي وأصله مولود في الصحيحين، أصله مولود في الصحيحين من غير ذكر جمع التقديم، من غير يعني اللي في الصحيحين ما فيهوش ذكر جمع التقديم، لكن في سنن أبي داود وعند الترمذي وهو صحيح ذكر فيه جمع التقديم. أهو هنا بيقول لك في الرواية هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ارتحل قبل زيغ الشمس، قبل زيغ الشمس يبقى قبل وقت الظهر ارتحل، أخر الظهر والعصر حتى يجمعها إلى العصر، أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر يصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا. إمتى بقى صلاها؟ في وقت الظهر اللي هو جمع التقديم، اللي هو جمع التقديم. يبقى خليك فاكر الرواية اللي في الصحيحين لم يذكر فيها جمع التقديم، إنما ذكر فيها فقط إنه جمع تأخير. هذه رواية البخاري ومسلم أهي عن أنس، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم يجمع بينهما، وإذا زاغت، خد بالك من لفظ الصحيحين، وإذا زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب. ها صلى، ده اللي خلى الأحناف ما يخلوش برواية أبي داود ولا الترمذي، ما خلوش بها، لك لا ده في الصحيحين، فين جمع التقديم في الصحيحين؟ لو صح لذكره البخاري في صحيح وذكره مسلم في صحيح، إنما الراجح أنه لا يقال اقتصر البخاري ومسلم على ما اقتصر عليه بهو ده فقط صحيح وغيره ليس صحيحا، إذا صح غيره أخذ بهذا الشيء الآخر، لكن كون البخاري ومسلم ترك ذكر ذلك معناه أنه عندهما فيه شيء، فيه نظر عند البخاري ومسلم، وإلا لذكر هذه الرواية. يبقى على ذلك هنا رواية جمع التأخير هذه رواية سالمة مش فيها، جمع التقديم فيها كلام لأهل العلم أخذ بها جمهور العلماء منهم مالك والشافعي وأحمد، وتركها الإمام أبو حنيفة فلم يأخذ بجمع التقديم، لكن طالما ثبتت يبقى على ذلك يجوز تجمع تقديما وتأخيرا. أبو داود لما روى هذا الحديث قال لم يروي هذا الحديث إلا قتيبة وحده، إلا قتيبة
وحده. يبقى هنا رواية قتيبة، إمام قتيبة بن سعيد إمام وهو ثقة من الثقات، فعلى ذلك إذا انفرد بها الثقة فعلى ذلك تكون صحيحة، تكون صحيحة إلا أن يثبت الشذوذ، وهو لم يخالف غيره، لم يخالف ذلك اللي ذكر أنه صلى الظهر ثم ارتحل، لعله قصد صلى الظهر ومع العصر وأثبت الآخر ما لم يثبت الأول. فالأول لم ينفي أنه صلى العصر، ما قالش صلى الظهر ولم يصلي العصر، إن قال صلى الظهر وارتحل لعله قصد الظهر ومعها العصر، لعله قصد احتمال. أما الثاني فأثبت الاثنين أنه صلى الظهر والعصر. يذكر الترمذي ذلك، يقول يعني بجمع التقديم بهذا الحديث، يقول الشافعي وأحمد وإسحاق لا بأس أن يجمع بين الصلاتين في السفر في وقت إحداهما، سواء في وقت الظهر يعني أو في وقت العصر، جمع تقديم أو جمع تأخير. يقول ابن قدامة الجمع بين الصلاتين في السفر في وقت إحداهما جائز في قول أكثر أهل العلم، أكثر أهل العلم على أنك لا تجمع التقديم وجمع التأخير، منهم سعيد بن زيد بن عمرو النفيل وسعد بن أبي وقاص وأسامة ومعاذ بن جبل وأبو موسى وابن عباس وابن عمر، وبه قال طاووس ومجاهد وعكرمة ومالك والثوري والشافعي وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر، يعني أكثر أهل العلم كما تسمع وأكثر الأئمة أنه يجوز لهم أن يصلي الظهر والعصر تقديما أو تأخيرا. الدليل لهم حديث ابن عمر أنه كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء، يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جد به السير جمع بينهما، جمع بينهما، والحديث السابق أيضا اللي ذكرناه. عن أحمد جواز تقديم الصلاة الثانية إلى الأولى، يعني يقدم صلاة العصر فيصليها مع الظهر، قال وهذا هو الصحيح وعليه أكثر الأصحاب. يقول وروى مالك ابن قدامة عن معاذ أنه أخبرهم أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، قال فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا، ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا. قال ابن عبد البر هذا حديث صحيح ثابت الإسناد، وفيه أوضح الدلائل وأقوى الحدد في الرد على من قال لا يجمع بين الصلاتين إلا إذا جد به السير. يبقى بعض العلماء يقول الجمع وهو ماشي أثناء السفر ماشي، لكن هو قاعد مقيم في مكان واحد النهار بحاله لا ما يجمعش، فقالنا لا، هذا الحديث فيه النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر وبعدين دخل يعني الخيمة بتاعته وبعدين أعاد لغاية ما جاء المغرب والعشاء خرج وصلى المغرب والعشاء صلى الله عليه وسلم. قال هذا أوضح دليل وأقوى دلالة على أنه حتى ولو كان مقيما طالما مسافر يجوز له الجمع. يقول ابن قدامة ولا يجوز الجمع إلا في سفر يبيح القصر، يعني السفر اللي يبيح القصر، على خلاف العلماء أنه سفر الذي يبيح القصر، فإذا جاز له القصر في سفر يسمى سفرا، وإن الفترة بتاعته أيضا يجوز له فيها أنه يقصر الصلاة يجوز له فيها الجمع. نرجع للمنار، يقول يباح لمقيم مريض يلحق بتركه مشقة، ما احنا عشان كده قلنا عملوا باب لوحده، من باب الجمع بين الصلاتين ما خلهوش تحت السفر مع السفر، لأنه الجمع يجمع للسفر ويجمع لأعذار أخرى غير السفر فجعله فصلا وحده. طيب هنا يباح لمقيم مريض يلحقه بتركه مشقة، المريض اللي إذا ترك الجمع يكون عليه مشقة شديدة جدا، يقول لقول ابن عباس جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر، من غير خوف ولا مطر. هذه أو هذا الحديث في روايتين والاثنين صحيح مسلم، جمع من غير خوف ومن غير مطر، من غير خوف حرب يعني قتال، من غير خوف ولا مطر ما كانش فيه مطر، وفي رواية ولا سفر من غير خوف ولا سفر، بقى ثلاث حدث هنا بيقول لك لا كان في خوف
ولا كان في مطر ولا كان مسافر عليه الصلاة والسلام، وجمع وهو في المدينة عليه الصلاة والسلام. يقول أجمعنا على أن الجمع لا يجوز لغير عذر، يعني الجمع بين الصلاة، الصلاة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة لوقتها، والله عز وجل يأمرنا بذلك، أقم الصلاة لذكري، أقم الصلاة للذكرى، يعني حين تسمع المؤذن أقم الصلاة، لأن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا فرضا فريضة موقوتا محدود الطرفين، يبقى على ذلك الأصل كل صلاة تصلى على وقتها، إلا ما جاء من عذر ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى كان في السفر يجمع بين الصلاتين عليه الصلاة والسلام. ولكن هنا وهو في المدينة أراد أن لا يحرج الأمة، فجمع صلى الله عليه وسلم مرة جمع للمطر وهو في المدينة عليه الصلاة والسلام، لكن هذه المرة ابن عباس يقول لا ما كانش مطر، ما كانش، يا ترى يقصد من غير مطر، يمكن من غير مطر شديد مثلا، كان المطر مطر بسيطا، احتمال، احتمال ذلك، من غير خوف ولا مطر ولا سفر، ما هو مقيم في المدينة، يمكن لعذر ثاني من الأعذار، كوباء عام كان عليهم، حصل مرض، الناس تعبوا، كان في ظلمة شديدة، كان في عذر من الأعذار، لعله كان في عذر من الأعذار، لكن ابن عباس بيقول إنه أراد ألا يحرج أمته، أراد ألا يحرج أمته، يعني أراد أن يبين إنه إذا كان في عذر من الأعذار غير السفر من الممكن الجمع، وهنا لا يترك هذا الشيء للناس كل واحد بدماغه يقول عذر كذا، ولكن الفقهاء يحددون ما هي الأعذار اللي تجعل الإنسان يجوز له أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، إيه هذه الأعذار؟ يقول يباح لمقيم مريض، المريض لو أن إنسانا مريضا وخاصة إذا كان لا يتحكم في البول، لا يتحكم في الغائط ويحتاج للطهارة علشان الصلاة، يبقى يجوز له أنه يجمع بين الظهر والعصر في وقت العصر، والجمع جمع تأخير، لا يجمع جمع تقديم وهو مقيم، وهو هذا غايته في السفر، يجمع جمع تأخير التقديم أو تأخير، لكن إذا كان مقيما فليؤخر الصلاة. والبعض يقول هذا الجمع جمع صوري، جمع صوري معناه أنه أخر الظهر لغاية آخر وقتها وصلى العصر على أول وقتها، هذا محتمل، هذا محتمل. وإن كان في عصرنا سهلا، في عصرنا في الماضي كان صعب جدا، يعني الآن مع وجود الساعة سهلة أوي، تعرف إن آخر وقت الظهر الساعة كذا دقيقة كذا، أول وقت العصر الساعة كذا دقيقة كذا، هذا سهل تعرفه الآن بالساعات، لكن في الماضي يجيب من الساعة عشان يعرف آخر وقت الظهر، كان بيعتمد على المؤذن أو يعتمد على من يعرف ذلك. ففي الماضي حين يقال ذلك يقول هذا مشقة، مشقة أن يجمع جمع صوري هنا لآخر وقت دي والأول وقت دي، يشق على الناس، لا خلي يصلي كل الصلاة على وقتها أسهل. لكن الآن هذا، لكن الشريعة وأحكام الرخص ما جاتش لنا إحنا في عصرين، هذه من الماضي، يبقى على ذلك يؤخذ أن الجمع جمع حقيقي وليس جمعا صوريا. لكن في عصرنا إن قدر على ذلك فكان الأفضل أنه إذا أخر وهو مقيم ومريض يصلي الظهر على آخر وقتها ويصلي العصر على أول وقتها، مع جواز أن يصلي الاثنين في وقت العصر. طيب يقول وقد أجمعنا على أن الجمع لا يجوز لغير عذر، خرج من هذا الشيء السفر وخرج منه الخوف وخرج منه المطر في هذا الحديث، يبقى قال لم يبقى إلا المرض، إن كانوا مرضى حصل مرض عام، ولذلك جاء إنه في سنة من السنين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، لعله كان زمن وباء، لعله كان فيها حادة فأمر بقتل الكلاب، ثم منع صلى الله عليه وسلم بعد ذلك من قتل الكلاب إلا الكلب الأسود، اللي هو خلق الكلب الأسود شيطان، ولأنه صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة بالجمع بين الصلاتين، المرأة المستحاضة دم بينزل منها على طول، يصعب تنظف نفسها كل شوية، فأمر المستحاضة أن تجمع الظهر مع العصر وتغتسل غسلة وتصلي الاثنين مع بعض، وإن كان الغسل غير واجب على المرأة المستحاضة يجوز لها أن تجمع الاثنين، تتوضأ وضوءا وتصلي الاثنين بوضوء واحد. ولمرضع لمشقة كثرة النجاسة، هذا قياس، هذا قياس المشقة، المرأة المستحاضة الدم بتاعها بينزل منها على طول، فالنجاسة على نفسها، المرأة المرضع هي زيها شايلة عيلها كل شوية يقول على نفسه يجي على هدومها، محتاجة تغير الهدوم كل شوية، هنا يصعب عليها، فيجوز لها أن تجمع الصلاتين، تلبس ثياب النظيفة على وقت العصر وتصلي الظهر والعصر معا، على وقت العشاء وتصلي المغرب والعشاء إذا كان يشق عليها ذلك.
إذا كان زي ما في زمان لا ما بيشقش ولا غير، المرأة المرضع بتجيب حفاضة تلبسها العيل وكلهم بيعملوا كده، يبقى على ذلك ونطالما لا مشقة يبقى ليس لها أن تجمع صلاة. المشقة إذا كان كل شوية شايلة الطفلة الصغيرة البول بينزل عليها ما بتقدرش تخلص من هذا الشيء، يجوز لها الجمع مع وجود المشقة. عدم المشقة لا يبيح الجمع، يبقى لمشقة كسرة النجاسة ولعاجز عن الطهارة لكل صلاة. إنسان مريض في البيت مشلول مثلا ما بيقدرش يتحرك من مكانه، يحتاج اللي يوضئه، اللي بيوضئه مش كل شوية يقدر أنه يأتي إليه، يمكن جاره يمكن كذا، فهنا يتفق معه أن يجيله على وقت العصر يوضيه يصلي الظهر والعصر فيها، يجيله على وقت العشاء يوضيه يصلي المغرب والعشاء فيها، يجوز له هذا الشيء. طيب يبقى لعاجز عن الطهارة لكل صلاة كمان به سلس بول قياسا على الاستحاضة، يعني الإنسان اللي به سلس بول ويعجز عن، نقول المريض بسلس البول يلزم أنه يتوضأ لكل صلاة، يتوضأ لكل صلاة يبقى وقت الصلاة يتوضأ ويصلي، لكن عجز عن ذلك، البول كثير والمية بعيدة ويصعب عليه أنه كل شوية يذهب، يبقى يجوز له أنه يجمع بين الظهر والعصر ويتوضأ وضوءا واحدا إذا كان يشق عليه. لا ما بيشقش عليه ولا غيره، يتوضأ كل صلاة الحنفية موجودة وهو بيتحرك بسهولة، يبقى على ذلك صلي صلاة على وقتها. وكذلك المستحاض طالما لا يشق عليها الأمر فلتتوضأ لكل صلاة كما جاء في بعض الرواية. طيب ولعذر أو شغل يبيح ترك الجمعة والجماعة، ولعذر أو شغل يبيح ترك الجمعة والجماعة. إذا كان له عذر يبيح له أنه يترك صلاة الجمعة بعذر عذر شديد، فعلى ذلك يجوز له أنه يجمع. إذا كان يعذر أنه ما يصليش الجمعة يبقى يجوز له ذلك. كذلك إذا كان العذر يبيح له ترك الجماعة. أعذار للبعض من الناس يفصلها بعض أهل العلم في ذلك، ونشوف كلام القدامى يقول فيها إيه. يختص بجواز جمع العشاءين صلاة المغرب والعشاء ولو صلى ببيته ثلج ودليل ووحل وريح شديدة باردة ومطر يبل الثياب ويوجد معه مشقة. يقول إنه يجمع بين العشاءين بين المغرب والعشاء، يقول ولو صلى ببيته، ولو صلى ببيته يجوز له إنه إذا كان المكان فيه ثلج أو دليل، هي بس مسألة ولو صلى ببيته طالما إنه صلي بيته إيه العذر إنه هو يجمع بين الصلاتين. هذا إذا كان ينزل يصلي في المسجد مع الناس، صلوا المغرب ولقوا التلج شديد، الظلمة شديدة، الوحل شديد، مش هيقدروا يرجعوا تاني للمسجد، المطر شديدا، فصلوا المغرب والعشاء، لا شيء لا شيء، يجوز ذلك الجمع بين المغرب والعشاء. لكن إذا كان في بيته فهو قادر على أن يصلي كل صلاة في وقتها، يبقى على ذلك يصلي كل صلاة في وقتها مع جواز الذي ذكره عند بعض أهل العلم. يبقى يختص بجواز جمع العشاءين ثلج وجليد ووحل وريح شديد. يقولنا الوحل، الوحل يعني إذا كان طين في الطريق بحيث حيروح المسجد يدوس في الطين، فيدوس له أنه إذا ذهبوا لصلاة المغرب صلوا المغرب والعشاء ثم رجعوا إلى بيوتهم بجمع العشاءين صلاة إيه؟ المغرب. لاحظ ما قالش الظهر والعصر، قال يختص بجمع العشاءين المغرب والعشاء، وده عليه الجمهور. وعند الشافعية قالوا الله اللي في المغرب والعشاء يكون في الظهر والعصر، يكون إذا كان طين حوالين البيوت المانع أنه يجمع بين الظهر والعصر. ولكن الأكثر من أهل العلم قال لا، ما ثبتش هذا الشيء أن يجمع بين الظهر والعصر، والشافعي له بحث في ذلك. يقول لنا إذا كان الوحل أو الطين أو المطر يبل الثياب ويوجد معه مشقة، لأنه صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة. هذا الحديث إسناده يقول الألباني ضعيف جدا. وفعله أبو بكر وعمر وعثمان. وعن أبي سلمة ابن عبد الرحمن أنه قال إن من السنة إذا كان يوم مطير أن يجمع بين المغرب والعشاء، أن يجمع بين المغرب والعشاء. ولمالك في الموطأ عن نافع أن ابن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم. أهو هنا جاء عن ابن عمر
وده صححه الشيخ الألباني، أن الأمراء اللي كان عاصرهم ابن عمر رضي الله عنهما كانوا إذا جمعوا بين المغرب والعشاء بسبب المطر يعني، فجمعوا جمع تقديم بين المغرب والعشاء، كان يصلي معهم، ولو كان هذا مخالفا للنبي صلى الله عليه وسلم كان أنكره ابن عمر رضي الله عنه. قال أحمد: في الجمع في المطر يجمع بينهما إذا اختلط الظلام قبل أن يغيب الشفق كما صنع ابن عمر. يعني كأن الإمام أحمد يقول يعني يأخر شوي، ما صليش على أول وقت المغرب، ولكن إذا أراد يجمع بين المغرب والعشاء يأخر حتى يكون قريبا من وقت العشاء. ولا يجمع بين الظهر والعصر للمطر. هنا الظهر والعصر، قلنا المغرب والعشاء يجوز يجمع بسبب المطر بين المغرب والعشاء إذا كان المطر يمنع الناس للقدوم للمسجد. إذا كان المطر زي الأمطار العادية اللي احنا متعودين عليها لا شيء، أمطار شديدة بحيث تمنعك من خروج بيت وتوقفك زي بيت البطر الشديد، خلي الناس كله واقف على الرصيف مستني لما المطر يبقى، على زي كده يجمع بين المغرب والعشاء. لا يجمع بين الظهر والعصر حتى لو كان المطر شديدا. قال أحمد: ما سمعت بذلك، ما يعني جمع بين ظهر وعصر وأنت مقيم وجمع تقديم وبسبب المطر؟ قال: ما سمعت بهذا. قال: والثلج والبرد في ذلك كالمطر، والوحل كذلك، والريح الشديدة الباردة تبيح الجمع، وهو قول عمر بن عبد العزيز، ويجوز الجمع للمنفرد ومن كان طريقه إلى المسجد في ظلال ومن مقامه في المسجد، لأن العذر إذا وجد استوى فيه حال المشقة وعدمها كالسفر. هنا لو أن إنسانا جال المسجد في صلاة المغرب مثلا، وبعدين كان المطر مطرا شديدا، ما حدش جاي يصلي، هو الوحده اللي في المسجد، لأنه مش هيقدر يرجع تاني في العشاء، هنا الآن وحده يجوز له يجمع على ما يدوس؟ يجوز، لأن العذر أن هو شدة المطر اللي تجعله لا يقدر أن يرجع المسجد مرة ثانية، وإن كان هو منفردا الآن يجوز له. لا، هو منفرد وعلى ما وصل للمسجد كالجماعة خلصت صلوا المغرب والعشاء ومشوا، مش هيجوا تاني العشاء، الآن حيصلي منفردا، يجوز له يجمع المغرب والعشاء؟ يجوز، هذا كلامه هنا أنه ولي المنفرد أيضا. يقول ابن قدامة: فأما الجمع بين الظهر والعصر، الجمع فين؟ كلامنا في المقيم، في المقيم مش في المسافر. مسافر قلنا يجوز يجمع بين الظهر والعصر تقديما وتأخيرا، بين المغرب والعشاء تقديما وتأخيرا، لكن هنا كلامنا في المقيم، قلنا إذا كان في عذر من الأعذار يجوز يجمع بين الظهر والعصر تأخيرا، بين المغرب والعشاء تأخيرا. فإذا كان العذر هو المطر الشديد، هنا قالوا المغرب والعشاء ماشي مع المطر الشديد أو الوحل الشديد أو الظلمة الشديدة جمع تقديما. طيب الظهر والعصر، الإمام أحمد قال: ما سمعتش حدا في هذا الشيء، هذا من ورعه رضي الله تبارك وتعالى عنه. يقول ابن قدامة: في ذلك أما الجمع بين الظهر والعصر فغير جائز. طيب ليه غير جائز؟ يقول إن مستند الجمع ما جاء من قول أبي سلمة يعني في فعل الصحابة في ذلك، والإجماع ولم يرد إلا في المغرب والعشاء، لم يرد إلا بالنسبة للمقيم في المطر ونحو ذلك. الحديث اللي جاء أو ذكروه أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة بين الظهر والعصر في المطر، قال: لم يصح هذا الحديث. طالما لم يصح يبقى يكفينا أنه يجمع بين المغرب والعشاء، ده في جمع التقديم في الإقامة. في الإقامة الإمام الشافعي له اعتراض على هذا الشيء، ويرى أنه إذا كان الجمع في السفر يجوز تقديما وتأخيرا فليكن في الحضر كذلك بسبب العذر. يبقى هنا الجمع هو الجمع، وفي السفر في بين الظهر والعصر، والجمع بين المغرب والعشاء في السفر من أجل السفر، يبقى قسنا على السفر المشقة في الحضر فليجوز الجمع بين الظهر والعصر. كلام الجمهور أحوط في ذلك، أنه إذا كان مقيما وأراد يجمع للمطر يبقى فليكن بين المغرب والعشاء، إلا أن يكون المطر شديدا جدا بحيث حيعوق أو الثلج أو نحوها برضو الظهر والعصر، فليجوز على قول الشافعي. نرجع للمنار، يقول: والأفضل فعل الأرفق من تقديم الجمع أو تأخير، الأفضل فعل الأرفق به من تقديم الجمع أو تأخيره، يعني بسبب المشقات.
يقدم أو يؤخر لحديث معاذ. فإن جمع تقديما اشترط لصحة الجمع نيته عند إحرام الأول. طيب الأفضل يبقى هنا جمع التقديم وجمع التأخير هيكون في السفر، إذا كان في الإقامة هيكون جمع التأخير، جمع التأخير إنه هنا جمع التقديم فيه شيء. إن جمع تقديما يقول لك في شروط لجمع التقديم، إيه الشروط اللي فيها؟ يقول لك عشان تجمع بين صلاة الظهر والعصر مثلا وانت مسافر، خلي الأمثلة بتاعتنا على السفر اللي هو هيبقى شبه متفق عليه عند الجمهور. إذا صلى الظهر وأراد أن يجمع معها العصر بيقول لك لابد من النية عند الإحرام في الأول، يعني ساعة ما هتكبر لصلاة الظهر وانت بتقول الله أكبر تبقى مستحضر أن هتخلص الظهر هتصلي العصر بعدها، هذا أولى، هذا أولى، ولا نقول أنه شرط واجب، هو بيختارون هذا شرط، إن هذا شرط. ليه؟ دليل قال لحديث إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. طيب الصلاة هي العمل تحتاج للنية، إنما الجمع، الجمع هذا رخصة أنه يجمع، فين الدليل على أنه لابد في الجمع من نية؟ لو كان يحتاج لنية كان النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة ذلك، أنه عشان تجمعوا لابد من نية وإلا ما ينفع لكمش جمع، وكان نبه عليها في يوم عرفة، في يوم عرفة قبل ما يصلي بالناس يا جماعة هنصلي الظهر وبعدها نصلي العصر، ومش شرط يكون الناس عارفين ذلك، في إنسان بيحج أول مرة مع النبي صلى الله عليه وسلم يحج، والنبي صلى الله عليه وسلم هذه أول حجة له بعد هجرته عليه الصلاة والسلام. الأذان تفضل. منار إن جمع تقديما اشترط لصحة الجمع نيته عند إحرام الأول. قال لحديث إنما الأعمال بالنيات، نعم يبقى هذا بيعتبرنا هذا شرط لصحة الجمع، كأنه يرى أنه إذا صلى صلاة الظهر مثلا وما نواش جمع ولا غيره وبعدين بدا له أن يجمع يصلي العصر معه يقول لك لا ملكش حتى لو كنت مسافرا، ليس له، عليه كثير من العلماء على ذلك، لكن يعني هذا فيه نظر. نقولنا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لما صلى بالناس الظهر ما قال لهمش أنه عند تكبيرة الإحرام نحن نصلي العصر بعدها، ما قالش هذا شيء عليه الصلاة والسلام، لو كان هذا شرطا لنبه عليه، وإلا تبطل صلاة الأكثرين منهم إذا كانوا منووش صلاة العصر وما كانوش يعرفوا أنه حيجمع العصر بعدها عليه الصلاة والسلام. في بحث يذكر الحفظ بن حجر يقول استدل بمفهوم حديث النيات على أن ما ليس بعمل لا تشترط النية فيه، إنما الأعمال بالنيات، يعني ما كان عملا يبقى لابد له من نية، ما ليس بعمل يبقى مش محتاج للنية. ومن أمثلة ذلك كلام الحافظ جمع التقديم، فإن الراجح من حيث النظر أنه لا يشترط له نية، هذا اختيار الحافظ ابن حجر رحمه الله، يقول لك الراجح من حيث النظر انه لا يشترط له نية، بخلاف ما رجحه كثير من الشافعي، وخالفهم شيخنا شيخ الاسلام البلقيني فقال الجمع ليس بعمل انما العمل الصلاة، يقول الصلاة هي اللي محتاجة للنية، لكن الجمع بالاثنين مش هو العمل الجمع، انما هذه صلاة وهذه صلاة، هو قربهم من بعض خلاهم جنب بعض، فالعمل انه صلى وانه صلى، هذا العمل يتقرب به الى الله عز وجل اللي هو الصلاة، فقال انما الجمع، وهذا كلام جيد، يقول يقوي ذلك انه عليه الصلاة والسلام جمع في غزوة تبوك ولم يذكر ذلك للمأمومين الذين معه، ولو كان شرطا لأعلمه، هذا كلام الحافظ، وأن أيضا جمع صلى الله عليه وسلم بهم في عرفة الظهر والعصر ولم يذكر لهم أنه حيجمع بين الظهر والعصر، وإنما صلى الظهر ثم أقيم وصلى العصر عليه الصلاة والسلام. يبقى مسألة أنه يشترط يكون ناويا قبل صلاة أو عند وقت صلاة الظهر أو عند تكبيرة الإحرام لها، هذا ليس شرطا على الصواب في ذلك. طب نرجع تاني للشروط لجمع التقديم، يقول وألا يفرق بينهما بنحو نافلة بل بقدر إقامة ووضوء خفيف، يعني شرط إنه ما يصليش نافلة بين الاثنين، معنى يعني إذا كان مسافرا وصلى صلاة الظهر
وبعدين عايز يجمع مع العصر، ليس له أن يصلي نافلة وبعدين يبقى فصل بين الاثنين، برضو هذا شرط ما فيش دليل عليه أصلا. إذا كان جاز لهم أن هم قاموا أناخوا الرحال بتاعتهم ونزلوا الحداد بتاعتهم، وهذا عمل اللي فعلوه، وإنه عشان أقول نزل الجمل وربط الجمل ونزل الحاد اللي على الجمل مش أقل من 10 دقائق ربع ساعة بين الاثنين، فهنا إيه اللي خلى ده يجوز وإيه خلى أن يصلى ركعتين ما يجوز؟ هذا فيه نظر في هذا الشرط أيضا ما فيش دليل عليه، لكن الأولى أنه يجمع الاثنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر يصلي العصر بعدها مباشرة، وكان صلى الله عليه وسلم يعني يترك لهم فرصة ينزلوا الحادات اللي على الجمال، يبقى إذا ترك وقتا بدل الاثنين لا مانع من هذا الشيء، يبقى التضييق من غير دليل لا معنى له. يقول لنا لأن معنى الجمع المقارنة والمتابعة، ولا يحصل مع تفريق أكثر من ذلك، مع تفريق أكثر من ذلك، يعني هو نظر لمعنى الجمع، نظر لمعنى الجمع، لكن النظرة الثانية لأنه سبب الجمع، سبب الجمع، معنى الجمع أنه بحط دي جنب دي، هذا معنى، هذا كلام صحيح، إنما بس هي الشريعة جات عشان معنى الجمع أنه يجمع الاثنين، ولا جات لأنه بنجمع لك عشان نخفف عليه، عشان نخفف عليه. فإذا هو نظر فرضنا صلى الظهر وكان وهو في سفر مش على باله أنه حيرحله بعد شوية، ومش حيرحله للمكان الفلاني اللي يصعب عليه يصلي فيه العصر، فوجد أنه لا ده هيجي علي العصر في الطريق ومش هلاقي مكان أتوضى فيه وكذا، على الشرط اللي بيقوله لا ده أنت ما نويتش عند أول الصلاة ما لكش هذا الشيء، على الشرط الثاني لا ده أنت كان مفروض أنك تجمعها مع الصلاة في وقتها وانت عدى عليك نص ساعة ما لكش هذا الشيء، هذا كله تضييق ما فيش دليل عليه. فالراجع أن طالما الجمع هذا ترخيص للعبد وتخفيف عليه فليكن له الجمع يجمع الصلاة مع الصلاة حتى لو فرق بينهما بشيء، طالما أنه تفريق يسير أو حتى لو كان كثيرا، طالما جاز له أن اسمه مسافر وصلي صلاة العصر عند أول وقت الظهر فليجوز له أن يصليها عند وسط وقت الظهر. يقول أن يوجد العذر عند افتتاحهما وأن يستمر إلى فراغ الثانية لأنه سببه، أن يوجد العذر، أجاب في عموم الأعذار بما فيها السفر فيها المشقة والنجاسة وغير ذلك، أن يوجد العذر يقول أنا حنجمع الاثنين عشان عندي عذر كذا، حنجمع الاثنين الظهر والعصر، يبقى هنا حيصلي الظهر والعذر موجود، وبعدين يصلي العصر برضو العذر موجود، طيب زال العذر بعد ذلك، هنا لا شيء يعني خلاص صلى الصلاة زي إيه؟ كان مسافرا في وقت الظهر قال هصلي الظهر والعصر ما عرفش يحصل ايه من الظروف، ركب القطر، القطر جابه دخل البلد هنا قبل وقت العصر، صلى هو الظهر والعصر جمع تقديم في اثناء السفر، الان هو في البلد بتاعته اذن العصر، هل عليه عصر ثاني؟ خلاص يبقى هنا كان العذر موجودا لغايه ما خلص صلاه العصر، بعد ما دخل بلده الآن أذن العصر ما عادوش عصر ثاني، لكن يستحب له أن يصلي مع الناس الجماعة، لم يفعل لا شيء عليه. أن يوجد العذر عند افتتاحهما، يبقى من ضمن أعذار الجمع مثلا المطر الشديد عشان يجمع بين المغرب والعشاء في وقت المغرب، موجودين في المسجد ولقوا المطر شديد جدا وظنوا أنه حيستمر لغاية بعد العشاء، العادة بتاعة المطر عندهم في بلدهم ذلك، فصلوا المغرب وراحوا مصلين العشاء معه وما زال المطر يشغل، خلصوا صلاة العشاء المطر وقف، هنا يلزمهم يصلوا العشاء تاني بقى خلاص انتهى، لأن العذر كان موجودا حين صلوا هذه الصلاة وسقط عنهم الفرض بالعذر. إن جمع تأخيرا اشترط نية الجمع بوقت الأولى قبل أن يضيق وقتها عنها، يعني عايز يقول في جمع التقديم، التقديم له 3 شروط اللي هو بيذكرها، جمع التأخير ليه شرط واحد فقط، الشرط الواحد اللي هو بيذكره في جمع التأخير أنه عندما يؤخر صلاة الظهر عن وقتها يبقى نيته حصليها مع العصر، ليه هذا الشرط؟ يقول لك علشان يفرق من هذا بين العصر وترك الصلاة، لو أني إنسان أنه لا مش بصلي الظهر دلوقتي هأخرها مع العصر، أنه مش للجمع لا للمعصية لله لأني مش فاضي عايز ألعب ما عندوش عذر من الأعذار، يقول هذا أخر الصلاة بسبب اللعب والتشاغل بأمر الدنيا وهذا أخر بسبب السفر، إيه الفرق بين هذا وهذا؟ هذا عندما أخر كان نيته الطاعة،
هذا عندما أخر كان نيته المعصية يفرق بين الاثنين. يبقى إذا أنت كنت مسافرا وحتصلي الظهر تأخرها للعصر وعزلي تنوي، طب إذا لم تنوي هذا الشيء ودخل وقت العصر هل يجوز لك تجمع؟ أيوه يجوز لك تجمع ويجوز لك تقصر، لأن الوقت ما زال باقيا لصلاة الظهر، لأن العذر أو السبب بتاعه هو السفر. يقول ولا يشترط، أو اللي هنا بيقول وبقاء العذر إلى دخول وقت الثانية لا غير، بقاء العذر إلى اللي هو صلاة الجامعة هيجمع لتاني. في السفر لعل وانت مسافر يجوز لك انك تجمع المغرب والعشاء في السفر، لكن لم تفعل وقلت هأخر لما نرجع البيت اجمع الاثنين، رجعت البيت ولسه على وقت العشاء ساعة، لسه على وقت العشاء نص ساعة، الان انت مسافر ولا مقيم؟ يبقى تصلي المغرب على وقته المغرب، ليس لك جمع التأخير. تجمع تأخير ازاي وانت الان في وقت لا يجوز لك فيه التأخير؟ ما فيش العذر موجود. يبقى على ذلك هنا حتى تجمع لابد استمرار العذر لغاية وقت الثانية. طيب يقول ولا يشترط للصحة اتحاد الامام والمأموم؟ لا يشترط، عشان تجمع الصلاة مش شرط مع نفس الامام، لعلك صليت مع امام وهو قام انصرف وقام امام تاني يصلي الصلاة اللي بعدها، فانت جمعت ما عدا صليت الظهر وما عدا صليت بنية العصر، يبقى يجوز ذلك. فلو صلاهما خلف امامين او بمأموم الاولى او باخر الثانية او خلف من لم يجمع او احداهما منفردة والاخرى جماعة او صلى بمن لم يجمع صح، هذا كله جائز. ان انت جيت عند وقت وانت مسافر في وقت الظهر لقيت جماعة رحت مصلي معه، خلصت رحت مصلي لوحدك صلاة العصر، الجمع بين الظهر والعصر جائز. صليت الظهر وحدك وبعدين لقيت جماعة صليت معهم العصر جماعة الاثنين دي وحدك وهذه مع الجماعة أو دي مع جماعة ودي مع جماعة أخرى، كل هذا جائز، إنه طالما إن في النهاية هذه الظهر وهذه العصر وأنت جمعت بين الاثنين فلا شيء، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.